بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأحبة، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عناوين، نستعرض فيها وإياكم أبرز العناوين في صحافتنا المحلية والعربية والعالمية. والبداية مع أبرز العناوين. 7 مباريات تلعب اليوم لحساب الجولة 19 من الدوري، والمارد يريد التشبث بالصدارة. الأهلي يقتني الصدارة الدوري عبد اللطيف جميل مؤقتا عبر بوابة الوحدة. رؤساء الاتحادات الخليجية يحددون الدولة المستضيفة لكأس الخليج القادمة اليوم، وقطر هي الأقرب. برشلونة يتخطى خفافيش فالنسيا بالاحتياط ويبلغ نهائي كأس إسبانيا. وباريس سان جيرمان يتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية بعد تخطيه ليون بالثلاثية. نبدأ مشوارنا في الصحافة المحلية من أخبار دوري عمانتل المحترفين الذي يلعب اليوم بإقامة 7 مباريات. وفي أبرز المباريات يستضيف حامل اللقب ومتصدر الدوري العروبة ضيفه الخابورة. صحيفة عمان كتبت عن هذا اللقاء في عنوان يقول: العروبة يبحث عن تعزيز الصدارة على حساب الخابورة، حيث يشهد ملعب صور مواجهة مهمة لفريق العروبة أمام ضيفه الخابورة في مباراة تجسد الصراع الساخن بين القمة والمؤخرة، ويرفع الفريق الأخضر شعار الفوز وكسب النقاط 3 حتى يؤمن صدارته قليلا من الفرق التي تطارده وتنتظر تعثره حتى تجلس في مقعده. بدوره يطمح الخابورة في تحسين وضعيته الصعبة بعد النتائج الغير الجيدة في المباريات الماضية والتي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ في النادي. ونبقى مع أخبار الدوري، ففي لقاء منتظر ومتكافئ يرحل النصر إلى مجمع البريمي لمواجهة النهضة في مباراة مهمة لكلا الفريقين. عمان كعادتها رصدت اللقاء وكتبت تقول: هاجس النقاط يشعل لقاء النهضة والنصر، حيث يواجه النصر تحديا جديدا وقويا بقيادة مدربه الجديد كريسو، ويسعى لتأكيد جدارته بعبور النهضة الباحث بقوة عن النقاط ليحسن موقفه في الترتيب. وفي باقي لقاءات اليوم يلعب صور مع صحم، ويستضيف مجمع صلالة الرياضي مباراتين أيضا، الأولى بين ظفار الباحث عن التعويض والمصنعة، والثانية بين صلالة الأخير والسويق في مباراة بين القمة والقاع. ويشهد مجمع صحار الرياضي الموقع الجماهيرية الساخنة بين صحار ومسقط، فيما يستضيف الشباب فريق فنجة الوصيف على استاد السيب الرياضي. في نهائي دوري الزواوي لشباب الهوكي، ظفر صلالة باللقب بعد فوزه على النصر بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي جرت أحداثها مساء أمس في ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. صحيفة عمان أبرزت نهائي هوكي الشباب وقالت في عنوانها: صلالة بطلا والنصر وصيفا في نهائي بطولة الزواوي لشباب الهوكي. المباراة النهائية رعتها ريم بنت عمر الزواوي وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي وبعض المهتمين باللعبة. صلالة تفوق في هذه المباراة بصعوبة على جاره النصر، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع حقق أهل سداب المركز الثالث بعد فوزه على بوشر بنتيجة 3-1. المشاركة المقبلة لأهل سداب في البطولة الخليجية لكرة اليد رفقة ممثل السلطنة الآخر نادي مسقط تتوجب الاستعداد بالشكل الجيد للظهور بشكل مشرف في البطولة. الفريق أعد العدة ويسير على خطة مدروسة كما ذكرت صحيفة عمان. المزيد من تحضيرات يد أهل سداب لهذه البطولة من خلال هذه القراءة. تسير خطة إعداد فريق أهل سداب في الطريق السليم حسب الإمكانيات المتاحة قبل المشاركة الخليجية في بطولة أندية مجلس التعاون الخليجي التي تحتضنها مسقط في الفترة من الأول حتى 11 مارس القادم، ويشارك فيها كل من مسقط والسد والريان القطريين والنصر والجزيرة الإماراتيين ومضر السعودي والأهلي البحريني. وسوف يقيم الفريق معسكرا خارجيا في العاصمة البحرينية المنامة
في الفترة من 17 ولغاية 25 من الشهر الحالي، وسيلعب 4 تجارب ودية أمام النجمة والاتفاق الصاعد حديثا إلى مصاف دوري الأضواء البحريني وفريق الشباب الذي سبق أن دربه المدرب الحالي لأهل سداب حيث قاده في 3 مواسم. وقال محمد شقرون مدرب الفريق إن خطة الإعداد حتى الآن تسير حسب البرنامج المعد سابقا. الفترة التدريبية مقسمة على فترتين صباحية ومسائية، وتم تفريغ اللاعبين بنسبة 90%، وتوجد بعض الحالات التي يتوقع أن تلتحق مع القائمة خلال 48 الساعة القادمة، وأن الهدف من المعسكر هو الوقوف على المستويات الفنية قبل انطلاق البطولة، خاصة بعد المشاركة الإيجابية للاعبين في المنتخب. وأضاف شقرون أن كل الأندية المشاركة سارعت إلى انتداب عدد من العناصر لتعزيز صفوفها، ونتطلع إلى التعاقد مع لاعب تونسي أو إيراني، وما زالت المفاضلة بينهما مستمرة، خاصة أن اللاعب الليبي المحترف بالفريق ما زال يعاني من إصابة، ونعاني أيضا من إصابة ماهر الدغيشي الذي لن يكون جاهزا للمشاركة في البطولة الخليجية بعد الإصابة الأليمة التي تعرض لها. وإلى صحيفة الشبيبة التي تناولت بدورها خبر إعلان فريق النهضة عودته للمشاركة في مسابقات الإبحار الشراعي. الشبيبة كتبت حول هذا الموضوع عنوانا يقول: فريق النهضة يعود لسباقات الطواف العربي للإبحار الشراعي بطاقم عماني. حيث أعلن فريق النهضة العماني عودته للمشاركة في سباقات الطواف العربي للإبحار الشراعي EFG بقيادة الربان العماني فهد الحسني وعدد من أمهر البحارة العمانيين في الإبحار المحيطي والسباقات القصيرة، وهم عازمون هذا العام أن يبذلوا جهودا مضاعفة للصعود في الترتيب العام إلى أحد المراكز الثلاثة الأولى بعد ختامهم للمنافسة العام الفائت في المركز الخامس. تختتم صباح اليوم بميدان المزاينة بالفليج فعاليات مسابقة المزاينة التي ينظمها شؤون البلاط السلطاني ممثلا بالهجانة السلطانية. صحيفة الوطن رصدت خبر مزاينة الإبل وعنونت تقول: اليوم ختام منافسات مزاينة الهجن بمضمار الفليج ببركة. ويأتي المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية الثالث للعام الحالي، وذلك تحت رعاية عبد الرحمن بن عبد الله الرواحي مدير عام التموين بشؤون البلاط السلطاني، ويتخلل السباق عدد من الفنون الشعبية. بعدها سيقوم راعي الحفل بتسليم الجوائز لأصحاب النوق الفائزة من كل شوط، كما سيتم تسليم الأوائل الثلاثة من شوط التحدي. تتواصل فعاليات مسابقات رياضات الخيل التقليدية تحت إشراف الاتحاد العماني للفروسية التي تحتضنها ولاية إبرة. صحيفة الشبيبة تابعت فكتبت تقول: غدا انطلاق الفعالية الخامسة من مسابقة رياضات الخيل التقليدية بإبرة، وكانت الانطلاقة لهذه الفعاليات من ولاية جعلان بني بو حسن، تلتها ولاية منح بمحافظة الداخلية، ثم ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية، وبعدها ولاية عبري بمحافظة الظاهرة، حيث ستقام المسابقة الخامسة على مضمار سباق الخيل بولاية إبرة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتنظيم لجنة إبرة للفروسية، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد فهر بن فاتك بن فهر آل سعيد. وبعد هذه الجولة في صحافتنا المحلية نستهل مباشرة جولتنا في الصحافة العربية من المملكة العربية السعودية، حيث قاد المهاجم عمر السومة الأهلي للعودة إلى الانتصارات بعد تعادلين في دور عبد اللطيف جميل للمحترفين عقب تسجيله الهدف الوحيد أمام الوحدة. جريدة النادي السعودية حضرت المباراة فكتبت على صدر غلافها تقول: الملكي يتنفس. فبعد شوط أول سلبي تمكن عمر السومة من تسجيل هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية عند الدقيقة 54 استقرت في شباك الوحدة ليرفع الأهلي رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا، بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 13 في المركز العاشر في سلم الترتيب. وفي مباراة أخرى تمكن الشباب من مواصلة نتائجه الإيجابية أخيرا بعد أن تمكن من الفوز على الخليج بهدفين مقابل هدف واحد.
قال محمد المسحل الأمين العام للجنة الأولمبية السعودية ومدير المنتخبات السعودية السابق بأنه لا توجد لديه نية لترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل نقرأه لكم عبر جريدة الرياض السعودية. قال الأمين العام للجنة الأولمبية ومدير المنتخبات السعودية الأسبق محمد المسحل بأنه عندما نتكلم عن مستقبل الكرة السعودية يجب أن نكون صادقين وواقعيين، ومن وجهة نظري أرى أن الكرة السعودية تحتاج إلى عمل كبير وخطط طويلة وأخرى قصيرة المدى، ولابد أن يؤمن الشارع الرياضي بأمرين مهمين، أولهما الصبر على العمل والذي لن يأتي بثماره خلال عام أو عامين، وفيه نحتاج إلى تثقيف الشارع الرياضي بما يحدث. وعندما نقول الشارع الرياضي فنحن نتحدث عن كل من هم مهتمون بالحركة الرياضية من مسؤولين وإعلام ومتابعين رياضيين. الأمر الثاني دعم تلك الخطط من جميع الجهات ذات العلاقة، سواء كانت اللجنة الأولمبية ورعاية الشباب والاتحاد السعودي والجهات الحكومية كوزارة المالية وأي وزارة أخرى يكون لها ارتباط بهذه الخطة التي متى ما وضعت ونفذت بالطريقة السليمة سنصل إلى الهدف الذي وضعناه. وأضاف المسحل قائلا لا توجد استراتيجية واضحة في الكرة السعودية، وهي المشكلة التي نرى نتائجها اليوم، والاستراتيجية يجب أن يوضع حجر الأساس لها من أول يوم عمل للاتحاد ولا يتم التغيير فيها إطلاقا. دعني أقول أن أي استراتيجية توضع ينطبق عليها سياسة محرم المساس بها من أي شخص كان. تستطيع تغيير أي شيء في الاتحاد، أسماء تبعدهم وتأتي بغيرهم، إلا الاستراتيجية التي وضعت للمنتخبات والمسابقات المحلية فهي خط أحمر يجب عدم التعرض لها والمساس بها. وحول ما يقول بعض الناس بأن المسحل أثقل كاهل الاتحاد بالديون بعقود المدربين والعاملين معه سابقا، قال المسحل بأن الأمير نواف بن فيصل عند استقالته طلب الفاتورة من أحمد عيد ودفعها بالكامل، ثم أتت الإدارة المؤقتة للاتحاد ولم تدفع الرواتب للعاملين. سلمت تقريرا لأحمد عيد عن العاملين معي وقلت له تستطيع الاستغناء عنهم إذا كنت تريد ذلك، لكنه رفض وأكد حاجته لهم. وبعد 9 أشهر لم يتسلم أولئك العاملين رواتبهم، والإدارة المؤقتة رموا باللائمة على الاتحاد السابق، وهذا غير صحيح. يشارك سعادة الشيخ حمد بن خليفة الثاني رئيس اتحاد الكرة القطري اليوم في المؤتمر غير العادي لرؤساء الاتحادات الخليجية والعراق واليمن الذي يعقد بجدة بالمملكة العربية السعودية. جريدة الراية القطرية تابعت الموضوع فكتبت تقول رؤساء الاتحادات يناقشون نقل خليجي 23 للدوحة، حيث سيتضمن جدول أعمال المؤتمر العام غير العادي موضوعين غاية في الأهمية، أولهما تحديد مصير خليجي 23 سواء الدولة المنظمة أو توقيته، وثانيهما إشهار الاتحاد الخليجي لكرة القدم الذي يضم الاتحادات الستة بالإضافة إلى العراق واليمن، حيث تشير كل المؤشرات حتى الآن إلى أن خليجي 23 سوف ينقل إلى الدوحة، ليس فقط بسبب طلب الاتحاد الكويتي المؤتمر العام السابق تأجيله من ديسمبر 2015، ولكن لاستمرار قرار الفيفا تجميد الاتحاد الكويتي الذي لا يزال يقوم بعدة محاولات لرفع الإيقاف وإلغاء التجميد. تغير حال نادي السد إلى الأسوأ بعد أن أقال المغربي حسين عموتة وتعيين البرتغالي فيريرا مدربا لعيال الذيب، حيث قاد المدرب فيريرا الفريق في 7 مباريات لم يحقق فيها الفوز إلا في مباراتين، وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات، واحدة منها كانت أمام الجزيرة الإماراتي في دوري أبطال آسيا وأدى إلى خروجه من البطولة. مزيد من التفاصيل نقرأها لكم من جريدة الوطن القطرية. وقع السد مع مدربه السابق حسين عموتة قبل ما يناهز الشهرين وثيقة الفارق بهدوء كبير. كان الفريق يحتل المركز الثاني ولم يكن النادي يطلب من البرتغالي فيريرا سوى السمو بالفريق نحو أفضل من ذلك المركز. يومها كان الفريق يحمل في رصيده السلبي 1، ولم يكن السداوية ليرضوا عن المدرب عموتة، وارتفعت الأصوات منادية برحيله على مواقع التواصل الاجتماعي،
وارتفعت اللافتات على مدرجات الاستادات التي كان يقود فيها المدرب عموتي الفريق، وكلها نادت برحيل المدرب المغربي الذي جلب لتلك الأصوات السعادة بالصعود على منصة التتويج. وعندما وقع الفريق في صعوبات لم تتجاوز الخسارة الواحدة، وجد المدرب نفسه في مواجهة شرسة مع المطالبين برحيله. وجاءت الأيام والليالي لتثبت صحة تلك التحفظات وذلك التشاؤم بعد قيادة المدرب فيريرا للفريق بسبع مباريات لم يحقق الفوز بها إلا في مباراتين، وتعادل في مباراتين وخسر ثلاث مباريات، واحدة منها في الآسيوية وهي المباراة الأهم للفريق، وتراجعت أسهمه في بورصة الدوري. مشكلة الفريق السداوي الذي تجاوز في السابق كل الصعاب أصبحت عويصة ومستعصية عن الحلول بسبب تشعبها وتعقيداتها، وتكمن في المدرب الذي اتضح أنه أصغر من حجم النادي والفريق من جهة، وفي كبار نجومه من جهة ثالثة. وهذه الجوانب الثلاثة التي كانت تشكل مواطن القوة التي صنعت المجد السداوي محليا وخليجيا وعربيا وآسيويا هي التي أصبحت تشكل مواطن ضعفه. ما وصل إليه الفريق بخسارته في الآسيوية يلخص الوضع الفني الأسود الذي يعيش فيه زعيم الكرة القطرية، وهو أن الفريق بات بدون قاعدة عريضة، وتحديدا لم يعد في الفريق اللاعب البديل، وهذا تحاسب عليه إدارة النادي التي فرطت في اللاعبين بتوزيعهم على الأندية دون أي بعد نظر أو تخطيط. كل ذلك يقودنا للقول أن النادي يحتاج لعملية معالجة ثلاثية تأتي على فيريرا والفريق وكبار النجوم بصورة عاجلة غير آجلة. وإلى الأردن، حيث اكتفى الأهلي وضيفه الصريح بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما بدون أهداف في افتتاح مباريات الأسبوع 13 من الدوري الأردني لكرة القدم. جريدة الرأي الأردنية غطت المباراة فعنونت تقول نقطة واحدة، حيث غابت اللمسات الفنية عن شوطي المباراة وافتقدت الهجمات إلى التركيز والفاعلية لتستعصي الشباك على الطرفين اللذين اكتفيا بنقطة واحدة لكل منهما. رفعت رصيد الأهلي إلى 24 نقطة في صدارة الفرق بانتظار ما تسفر عنه مباريات المرحلة، في حين أصبح رصيد الصريح 19 نقطة. يأمل الكويت في أن يشارك القادسية والسالمية صدارة الدوري الكويتي لكرة القدم عندما يستضيف الجهراء على استاد نادي الكويت في افتتاح المرحلة 17. جريدة القبس الكويتية أبرزت المباراة في عنوان يقول الأبيض يسعى لمشاركة ثلاثية في الصدارة، حيث يحتل الأبيض حامل اللقب المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، متخلفا بفارق 3 نقاط عن القادسية والسالمية، ولكنه خاض مباراة واحدة أقل منهما، ويبدو أنه في موقع يسمح له بالتفاؤل والأفضلية في إمكان انتزاع النقاط الثلاث من ضيفه الجهراء المهزوز هذا الموسم قياسا على موازين القوى والعروض إجمالا. وعزز الكويت صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية بالمغربي ياسين الصالحي والأردني حمزة الدردور. لا يختلف اثنان على التراشق الإعلامي بين طرفي القمة القادسية والعربي أمرا ليس غريبا قبل أي مواجهة، بل يعد من مؤشرات اقتراب موعد الديربي الذي سيقام غدا. مزيد من التفاصيل نقرأها لكم من جريدة الرأي الكويتية. في السابق كان الديربي بين القادسية والعربي حديث الشارع الرياضي قبل المواجهة بالشهر ربما أكثر، وكان الصراع بين الطرفين لا يخرج عن الروح الرياضية، مشجعو الفريقين يتراشقون فقط داخل أسوار النادي، غير ذلك كان كل شيء ينتهي، والأمر ينطبق أيضا على لاعبي وإداري الفريقين. أما الآن فقد اختلف الوضع مع غزو وسائل التواصل الاجتماعي التي أتاحت فرصة أكبر للجماهير للتعبير عن آرائها وإبراز أفكارها، إلا أن البعض ذهب بعيدا في استخدام هذه التقنية، وانكشف العديد ممن كان العامة يتخذونهم مثلا أعلى. العمل في الجانب الإداري يتطلب خبرة كافية ودراية كاملة بكيفية التعامل مع جميع المواقف. إداريو الأندية يتركز دورهم على تهدئة الأجواء، إلا أن هذا الأمر لم يكن حاضرا في الأيام الماضية التي تسبق الديربي،
إداري يطالب باعتذار من قبل النادي المنافس على تقليص عدد حضور جماهير فريقه في ملعب الخصم، ويرد عليه إداري مخاطبا جماهيره بأن المنافس يريد اعتذارا ويكمل ايش رايكم، وآخر يصف هذه المطالبات الاعتذار بأنها تفاهات فيما يرى رابع بمنع الأخير من دخول ناديه. العديد من جماهير الفريقين يرى أن حلاوة لقاءات الغريمين التقليديين بالأيام التي تسبق المواجهة، تنتظر وسائل الإعلام ما تكتب تتندر على حدث معين يطفو على السطح ويفرض نفسه. مشجعو الغريمين يأملون في مشاهدة مستوى مميز غدا وأداء ممتعا، كرة قدم تنعش ذاكرتهم قليلا. في القسم الأول شاهدنا قمة بين القطبين، أداء رائع، 4 أهداف جميلة وهو ما افتقدناه طويلا. لا يهم من يكون الفائز، المهم هو تقديم أداء راقي وبعيد عن التحيز، نريد ديربي بلا تعصب. ايش رايكم؟ طالب الاتحاد العراقي لكرة القدم مجلس الوزراء بتخصيص منحة طارئة لدعم مشاركة المنتخب في التصفيات الآسيوية المزدوجة والمنتخب الأولمبي في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بريو دي جانيرو. جريدة المدى العراقية تابعت الموضوع فكتبت تقول: اتحاد الكرة يطالب مجلس الوزراء بمنحة طارئة للوطني والأولمبي، حيث قال عضو اتحاد الكرة يحيى كريم للمدى إن طلب الاتحاد سيقدمه وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان إلى الجلسة المقبلة التي سيعقدها مجلس الوزراء من أجل الموافقة عليها وتسهيل إجراءات الحصول على مبلغ المنحة الذي أصبحنا بأمس الحاجة له من أجل المباشرة بوضع برنامج الإعداد المثالي للمنتخبين الوطني والأولمبي لتنفيذ ما يطلبه المدربان يحيى علوان وعبد الغني شهد من معسكرات تدريبية ومباريات دولية ودية. توصل الاتحاد المغربي لكرة القدم إلى اتفاق مع المدرب الفرنسي هيرفي رونارد من أجل خلافة بادو الزاكي ديفوار، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة في القريب العاجل. جريدة هيسبريس المغربية تابعت فكتبت تقول: خفض راتب مدرب أسود الأطلس ب10 ملايين، حيث أكد مصدر خاص لهيسبريس أن العقد الذي سيربط الاتحاد بالمدرب الجديد الذي يوجد حاليا في المغرب سيمتد 3 سنوات، ومن المنتظر أن يبدأ رونارد مساره مع الأسود بداية من المباراة المقبلة أمام الرأس الأخضر في شهر مارس المقبل. وأضاف المصدر ذاته أن رونارد الذي سبق له أن توج بلقبي كأس إفريقيا سيحصل على راتب شهري يصل إلى 40,000 دولار، وهو أجر أقل ب10 ملايين من الراتب الذي كان يحصل عليه الزاكي. تصاعد غموض موقف قضية خميس إسماعيل لاعب الأهلي المنتقل من نادي الجزيرة وشكوى الشباب في مدى صحة مشاركته من عدمها، حيث لم تحسم القضية منذ منتصف يناير المنصرم وحتى الآن بسبب التضارب في تحويل ملفها من لجنة إلى أخرى. مزيد من التفاصيل نقرأها لكم من جريدة الاتحاد الإماراتية. مع كل موسم تتحول اللجان القضائية باتحاد الكرة الإماراتي إلى لغز محير، وذلك في بعض القضايا الخلافية بين الأندية وبعضها البعض أو اللاعبين والمدربين مع أنديتهم، فتختلف الآراء ويعلو صوت الجاني والمجني عليه، وتتشعب الفتاوى التي تؤدي في نهاية المطاف لمط القضايا التي يستغرق بعضها الأشهر للوصول لقرار نهائي بشأنها. شهدت الأيام القليلة الماضية انتقادات حادة سواء لإجراءات التقاضي أو لاختلاف مواقف اللجان، ليس فقط بسبب قضية خميس ولكن لما قبلها من طول نقاش وبحث وجذب وشد ورد وردود مضادة. وبات التغليف في أوراق القضايا المختلفة المنظورة أمام اللجان القضائية أشبه بالوقوع في فخ، محاط بالغموض من كل جانب، ولا ندري من المسؤول عن حالة الارتباك في تفسير المشهد القانوني بالنسبة لرجل الشارع الرياضي، أو حتى لدى مسؤولي الأندية الذين يتفقون على دعم رضاهم عن غابة اللوائح والقوانين التي تتشعب مع كل جولة وفي كل قضية لتصل إلى مراحل صدام كنا في غنى عنها لو لجأنا منذ البداية
للتوضيح وللتسهيل على طرفي القضية الواحدة ومن خلفهما الجماهير ووسائل الإعلام. وأمام تلك الانتقادات استطلعت الاتحاد موقف أصحاب الرأي القانوني الذين وجهوا اتهاما للأندية وليس إلى اللجان القضائية وحدها، ورأوا أن الأندية ومحاميها وقانونيها وراء تشعب القضايا وإطالة أمد البحث في أوراقها، والذي كان سببا في إضاعة فتاوى لجان وإهدار أخرى، فضلا عن عدم اهتمام تلك الأندية بمناقشة ومراجعة اللوائح والقوانين بما يسهل من عملها ويمنع حدوث تلك الأزمات التي تنتج عن إطالة أمد النظر في أي قضية من أي نوع. وكشفت آراء أخرى بأن اتحاد الكرة كان قد أبدى اهتماما بالاستعانة بخبراء دوليين أصحاب باع طويل في العمل باللوائح والقوانين الرياضية لتنقيح وتعديل لوائح اللجان ووضع تصورات تمنع حدوث أي غموض أو لبس في أي قضايا. وبعد التواصل مع الخبيرين الإيطالي العالمي جلابوتي المستشار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإضافة للمستشار صالح العبيدلي عضو قانونية الاتحاد الآسيوي وعضو محكمة الكاس، تم التراجع عن تنفيذ ذلك المقترح ورفض الاتحاد المضي قدما في هذا الجانب. وإلى آخر أخبارنا في الصحافة العربية والتي نختتمها من الجزائر، حيث سيكون ملعب عمر حمادي مسرحا للقاء غدا الجمعة الذي سيجمع بين فريقي اتحاد العاصمة وضيفه شباب قسنطينة في إطار الأسبوع 20 من الدوري. جريدة البلاد الجزائرية غطت فكتبت تقول: الرائد لتكذيب الأزمة والشباب للخروج من أزمة النتائج، حيث يسعى اتحاد العاصمة لتحقيق الانتصار والإطاحة بمنافسهم في هذا الموعد الهام قصد تعزيز ريادتهم للبطولة الوطنية وتوسيع الفارق عن أقرب ملاحقيهم، وأيضا استدراك ما ضاع منهم في الجولة الماضية، حيث مني الاتحاد بثاني هزيمة له هذا الموسم على يد فريق مولدية وهران، لكن فريق شباب قسنطينة سيدخل اللقاء بحذر كبير وسيرمي كل ثقله من أجل مباغتة منافسه. وبعد الفاصل مشاهدينا الأحبة نبدأ جولتنا في الصحافة العالمية. الدوري البلجيكي على عمان الرياضية. من جديد نستهل جولتنا في الصحافة العالمية من إسبانيا، حيث أكد برشلونة تأهله إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بتعادله مع فالنسيا مستفيدا من سباعية الذهاب. صحيفة سبورت كتبت تقول: رقم ونهائي، حيث تمكن برشلونة من الصعود للمباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا بعد أن نجح في فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه فالنسيا، وينتظر برشلونة الفائز من مباراة إشبيلية وسيلتا فيغو لتحديد الطرف الآخر لنهائي البطولة. كما وصل برشلونة تحطيم الأرقام القياسية ووصل إلى المباراة 29 دون خسارة، وتخطى رقم الفريق رفقة المدرب بيب غوارديولا الذي توقف عند المباراة 28. من إسبانيا إلى فرنسا، فقد واصل فريق العاصمة باريس سان جيرمان مشواره في بطولة كأس فرنسا بعد الفوز على منافسه ليون بثلاثة أهداف نظيفة. صحيفة ليكيب كتبت عن الفوز العريض للفريق الباريسي تقول: بصمة إبرا، حيث قاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه باريس سان جيرمان لتخطي ليون بثلاثية دون مقابل،
وسجل إبراهيموفيتش هدفين، وأضاف لاعب الوسط أدريان رابيو الهدف الثالث ليصعد باريس إلى دور الثمانية من كأس فرنسا. في ألمانيا تمكن بايرن ميونخ من عبور عقبة مضيفه بوخوم في الدور ربع النهائي لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب رور ستاديوم. صحيفة بيلد الألمانية كتبت عن عبور البايرن تقول: بوخوم يعاتب روبن. البايرن سجل ثلاثية عن طريق هدافه ليفاندوفسكي في مناسبتين، بينما سجل تياغو أليكانترا الهدف الثالث للفريق البافاري، وكان مولر قد أضاع ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول ليضمن فريق المدرب بيب غوارديولا الصعود إلى نصف نهائي الكأس. وصلنا بكم مشاهدي الأحبة لفقرة الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحيفة الأيام البحرينية. ورب صورة عن ألف كلمة مع عدسة الصحافة. عناوين انتهى مشاهدي الأحبة، شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، وتذكروا دائما وأبدا أن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. حفظكم الله أينما كنتم، إجازة سعيدة نتمناها لكم، في أمان الله.